ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم المقبولين، ويتم علينا هذه الأيام المباركة في خير ولطف عافية. ومبارك عليكم فتح الحظر من 9 إلى 5. فقط هي كلمة ليست يعني كلمة عابرة الآن جات في بالي، هذا الحظر الذي تم فتحه فيها مسؤولية كبيرة، ثقة كبيرة من الحكومة، ثقة كبيرة من القيادة، ثقة كبيرة من الدولة في المواطنين وفي المقيمين وفي الشعب، ولا بد نكون عند هذه الثقة، لا بد نكون عند هذه الثقة. الدولة وثقت فينا وشعرت إنه إحنا ممكن إنه إحنا نستفيد، ولذلك ينبغي علينا أن نستفيد ونفيد. ليس الأمر فيه عودة إلى الماضي كما كنا عليه، بل ينبغي أن نحافظ على مسألتين مهمة جدا، وهي أن نحافظ على التباعد الاجتماعي، نحافظ على التباعد الجسدي. هذه مسألتين احفظوها، التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي. الجسدي بينك وبين الناس اجعل مسافة، والتباعد الاجتماعي بينك وبين المجتمع اجعل أيضا كذلك مسافة. ما ينفع أن نجتمع كما كنا عليه حتى تهدأ الأمور وتعود إلى مكانها الطبيعي. الحمد لله الدولة لم تقصر، اليوم أبرمت اتفاقية بالملايين لأجل أن يكون هناك فحوصات استكشافية يطمئن بها الإنسان على نفسه، ستكون هناك مستشفيات متنقلة، ستكون هناك فحوصات من كل الجهات، سيكون الأمر متاح للجميع لأكثر من 80% من سكان المملكة، ولذلك الثقة موجودة. فلنكن جميعا عند ثقة ولاة أمرنا فينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم البلاء والبلواء يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.